مرحبا بكم دورتي ما شاء الله. دون في نوبل فيديو اليوم ان شاء الله راح نديرو ان انبوكسينغ على جهاز تلفاز ان شاء الله. لاول خطره في هذا القناه راح نديرو انبوكسينغ على جهاز تلفاز، و راح ندير ان شاء الله هذا الانبوكسينغ على جهاز تلفاز، مش نوه على واحد الحاجه امر. التنويه هذا صغير خاوتي راهو على الاسعار في الاجهزه الكهرومنزليه، يعني دوكم ان شاء الله كي راح نقول لكم السعر تاع الجهاز هذا اللي شريته به، يعني راح نقولوا بلي من المستحيل تشري جهاز كيما هذايا بس بسعر هذا. لكن خاوتي من المؤسف من المؤسف جدا انه الاسعار في الاجهزه الكهرومنزليه خاوتي ولات غاليه بزاف صراحه، ولات اسعار لا تعقل، يعني حتى العقل وما يتقبلهاش. ما راحوش بعيد، يعني العام الماضي برك ديروا ميتال على اجهزه التكييف، يعني اللي كليماتيزر الكليماتيزر 12000 بي تي يو، يعني العام الماضي برك كان يدير بين 48 49 الف حتى الخمس حتى 54 الف كحد اقصى خاوتي، يعني في شهر فيفري 2022 نفس العلامه نفس القوه، يعني اللي هي يعني 12000 بي تي يو، السيد يقول لك 64 الف دينار جزائري. يعني تخيلوا معايا انتوما كليماتيزر 12000 بي تي يو اللي كان في الاعوام التي مضت كان يدير 28000 دينار، كان يدير 28000 دينار 30000 دينار 32000 دينار كحد اقصى، اليوم خاوتي ولا يدير 64000 دينار جزائري، يعني في 3 سنين ما فهمتش، يعني في 3 سنين زاد الجهاز بنسبة 100% خاوتي، تخيلوا 100% خاوتي، يعني وكل خطره في من يحصلوا خطره خطر خطره يقول لك دو في طلع ولا ليرو طلع، ومن بعد كي راح تحكي حكايه ليرو دوك قال لك الشحن طلع، ومن بعد ان شاء الله دوك ما على بالناش شنو الحكايه راح يزيد يجيبوا لنا. وصراحه يعني شيء مؤسف، وزيد يقول لك شجع من المنتوج الوطني وكاع، اخي يعني انت المنتوج الوطني راه يستقام لي 10 خطرات غالي على المنتوج الاجنبي. المستفيد الواحد خاوتي في هذه الحكايه هما هاد لي مارك هادوما يا خوتي، والله العظيم غير شيء مؤسف. حتى انا يعني واحد ما يقول لي دير مقاطعة ولا، لانه هاد الاشياء فريجيدر ولا ما تقدرش دير المقاطعة فيهم اخي، دوك انت يفسد لك فريجيدر من المستحيل باش دير المقاطعة في ثلاجة، ومن بعد الماكلة كيفاش دير هذا، تولي كل يوم ترمي الماكلة، يعني شيء مؤسف جدا، شيء مؤسف للغايه. وحنا على بالنا بلي في الجزائر حاجه كي تطلع امبوسيبل باش تعاود تولي للسعر تاعها كيما كانت، خلاص رانا والفنا لهاد الحكايه غادي نعاودو نولو خاوتي، سمحوا لي بزاف على هاد القوس هذايا، لكن صراحه خاوتي دوك واحد يعني يحبس الخدمه ديالو هادي غير اجل الاسعار اللي راهم في السوق. يعني دوك انت تروح عند سيد جهاز كيما هذا تقول له السعر هذاك، ولا تروح دير انستالاسيون تاع بارابول خاوتي، واحد يقول صح انستالاسيون تاع باش نزيد ندير لكم واحد المعلوم، انستالاسيون كومبلي تاع بارابول ولا تستقام اكس باي، يعني اللي يشري دو زاسيات ودو تات والكابل ولي سويتش وبالخدام وكاع خاوتي صراحة ولات تستقام اكس باي، يعني ولات تستقام دونك اون انستالاسيون بور 3 ريسيبتور ولا 4 ريسيبتور صراحة ولات تستقام، يعني بوزي فورنيتور ولات تستقام حتى 25000 دينار جزائري، وهذه راح نقولوها مباشرة عفوا، وبلا أجهزة الاستقبال، يعني بلا لي ديمو، يعني بلا لي ديمو. تخيل انت دير انستالاسيون تاع بارابول، عطاو لك دار جديده، ولا تروح دير انستالاسيون تاع بارابول، يعني انستالاسيون تاع لا بارابول برك بلا لي ديمو، يعني الخيوط من الاطباق تاعك حتى الاجهزه الاستقبال تاعك، يعني حتى الجهاز التلفزيون تاعك تستقام لك يعني بين 20 25 الف دينار جزائري اخي. ولهذا يعني صراحه ولات صعيبه يعني باش تقعد في الميدان هذا، يعني تاع تركيب الاقمار وكاع، يعني صراحه ما قعدتش كيما كانت.
المهم خاوتي يسمحوا لي بزاف على هذا القوس، على القوس الصغير هذا اللي فتحته. نحكي هكذا لانه هاد العفايس، عفوا انا راني نعاني منهم، وكل يوم راني نشوف عفايس هذوما. دونك سمحوا لي بزاف على هاد الاقواس اللي راني نفتح فيهم. نعاودو نقولو ان شاء الله للجهاز ديالنا. الجهاز كما فتو قلت لكم هذا من جهاز تلفاز 24 بوصة من عند شركة سريم، سريم سيستم. الجهاز فيه دياغونال تاع 60 سنتيمتر، يعني التلفاز هذا فيه اون دياغونال تاع 60 سنتيمتر. صراحة هاد الجهاز ماشي تاع اللي يديرو في الغرفة، ولا هاد الجهاز يعني يصلح في حالتين، اما كيما حنا بون نوتيليزيوه سوا في الكاميرا دو سيرفيونس، يعني نديروه مونيتور في في البوست دو غارد، ولا في فيلا، ولا نحطوه في يعني نلصقوه مع الدي في ار باش يفيش هنا لي كاميرا ديالنا، ولا في المطابخ، لانه صراحه هاد لا ديمونسيون هادي هي ماشي تاع اللي ديرها في غرفه، يعني راك تعمي غير عينك برك. دونك هذه هي. نروح نشوفوا من ناحيه الباكاجين، تو سكي لي ايفون دو بلو سامبل، يعني باكاجين كاجين عادي، كرتونه بيضاء هذا ما كان ما ما نقولوا عليها. وليك بون، جهاز فتحنا، وليك جهاز فتحنا باش سينا بون. عفوا على كل حال، انا فتحته باش سيتو عند سيد تنويه صغير ثاني خاوتي، كي تشريهم عند حانوت شوروم ولا يليفريو لكم، ولا خاوتي دائما جربوا الاجهزه ديالكم، خاصه اجهزه التلفاز في الاونه الاخيره ولات فيهم عمليه نصب، يعني خاصه اللي تشري، الناس اللي تشري عبر الانترنت ولا اللي سكروك في لي تيليفيزور الدائره حاله. اتخيلوا انكم انه ناس كاين اللي يقولوا نقص عليها طريق، كاين ناس بنيتها تروح تنقص عليه طريق، ومن بعد تيك يشارجي لك هذاك التلفزيون بلا ما تسيه، بلا ما ولو تروح للدار مام تلفزيون، وما تلقاش تلقى داير لك حطب الداخل، يعني باش تشوفوا الوقت اللي لحقنا عليه خاوتي. صراحة يعني وقت صعيب بزاف بزاف. بون خاوتي، انا ندير بوز لانه راني نفيلمي بيد وحده، وما غاديش نجبدو بيد وحده، دونك ندير بوز ان شاء الله، نجبد كاع واش فيه ان شاء الله، نستفو لكم هنايا ونشوفو كيف كاع واش يجي معاه. دونك تلاقاو دونك كالكو انستون ان شاء الله. سلام. السلام عليكم، مرحبا بكم دورتو ان شاء الله في هذا الدوزيام بارتي تاع الانبوكسينغ تاع جهاز تلفاز ستريم سيستم 24 بوصه. خاوتي كاين حاجه نسينا باش نطرقوا ليها، واللي هي بعض الخصائص التقنيه اللي كانت محطوطه في الباكاجين. نعاودو نقولوا ليها في الحين. يعني في الباكاجين محطوط اتش دي ام اي، دي في بي تي 2 سي والاس 2، هنا يعني نفهموا بلي التلفاز ديالنا فيه جهاز استقبال، يعني فيه ريسبتور انتيغري، وفيها ريسيبتور تي ان تي نوميريك، يعني نقدروا نستقبلوا القناة الأرضية الجزائرية تاع اللون تاعنا هذيك، لكن جهاز الاستقبال تاعو ما يفتحش القناة الأرضية الجزائرية، يعني تسمى بني صوت، ما نقدروش ندخلوا الكود بيس تاع الأرضية الجزائرية. يو اس بي اوتيل موديل، صراحة ما نبيش معناتها دولبي اوديو ميديا بلاير مامون، نقدروا نقراو تما، نقدروا نقراو الكونتينو ملتي ميديا في التلفاز ديالنا، يعني الصور والافلام الى اخره. وهنا نشوفوا حاجه، يعني حاجه شويه مليحه، نقدروا نستعملوا الجهاز ديالنا، يعني جهاز التلفزيون هذايا كما نشوفوا هنا دي سي 12 فولت، يعني الجهاز ديالنا يقدر يمشي بال ترونسفو، نورام يعطونا مع لي زاكسوار. دوك ان شاء الله نشوفوهم مع لي زاكسوار اللي جبتهم من الكرتونه هاديه، ونشوفو هنا عندنا يعني ضامن تاع 5 سنين عند شركه ستريم سيستم. عفوا نحيو هاديه. بون هنايا نشوفو واش جا مع الجهاز داخل العلبه ديالو، يعني داخل الكرتونه واش جا. هنا جا معنا، عفوا جا مع السيبور تاعو، يعني باش نلصقوه سيبور ميرال باش نلصقوه في الحيط،
صح، وهنا جانا دليل الاستعمال، الاستعمال هذا يعني هاد الصاشي هذا جا فيه قال شو تشوفوا فيه هنا، يا هذا جا فيه دليل المستخدم عفوا مال مانيوال دوتيليزاسيون عفوا، زوج بيلات سيبور تاعو يعني باش نحطوه، دونك سواء تحبوا تعلقوه في الحيط سواء تحبوا تستعملوه هادوما باش تحطوه فوق الطابله. ولا هنا جانا كيما فتو قلت لكم يمشي ب 12 فولت، يعني هنا حاجه شويه مليحه كي تروحوا كومبينغ، ولا تستعملوه بلاليم سيجار، ولا تستعملوه بلي بورن تاع لا باتري. فوالا هاوليك المدخل. وهنايا جانا سيكتور، يعني نحبو نستعملوه بالسيكتور ولا بترونسفو، ولا من وحدة اللي في توريتهم لكم، سواء بلاليم سيجار كي تروحو بعدي كي تروحو كومبينغ، ولا سواء بلاليم سيجار ولا بلي بورن تاع لا باتري، يعني بطارية تاع السيارة. هنا عندنا ليك اربع براغي باش نفيكسيهم، هادوما هادي ريموت كنترول، صراحة شبيهة بزاف للريموت كنترول تاع سامسونج، يعني كوبي كولي على سامسونج. نعاودو نقولو الجهاز ديالنا واللي هو هاوليك، صح نشوفو واش فيه مداخل ومخارج. عفوا هنا عندنا دي بور يو اس بي، عندنا هنايا مدخل اللونتان عفوا تاع باش نستقبلو الجزائرية الأرضية. هنا عندنا المدخل تاع البار تاع البارابول عفوا. والحاجه الثانيه اللي مليحه انه فيه 3 مداخل اتش دي ام اي، يعني فيه تروز اونتري من اتش دي ام اي، وفيه هنايا الجوك كيما رانا نشوفوا من الفوق، فيه لونتري تاع الكام تاع فرنسا، ولا دونك كيما انا عندي الكام صح، تلفزيون ماشي سيرتيفي، مي بون هم انا ما نسيش لانه ما عنديش الوقت باش نسيي. هنا يعني كاين واحد بطاقه تدخل تقدروا تشوفوا بها القنوات المشفره. وانا عندي الكاميرا داك، ولكن ما الصراحه ما عنديش الوقت باش نسيه. هنايا مدخل 220 فولت، وهنا مدخل 12 فولت. التلفزيون ديالنا هذا واش فيه، واش عندنا تانيك، ما كاش كيما رانا نشوفو، ما كاش الازرار هذوك الخارجيه. عندنا كي نبرونشيو الجهاز ديالنا تشعلك الضوء هنايا، يشعل الضوء الاحمر هنا، وكاين زر واحد زر الباور، يعني ما تقدروش تيماجيني وين جاي، يعني هاي زر الباور هنايا جاي. وهادو هما زوج مكبرات صوت، واحد على اليمين وواحد على اليسار. اما هادو هما يعني مديورين بالك اللي تهويه، ولا مديورين شبه. اذا هذه هي دوك نلحقوا للام، واللي هو سعر تاع الجهاز هذا. سعر الجهاز هذا يا خاوتي 26000 دينار جزائري بتاريخ فيفري 2020، اليوم رانا الخميس 17 فيفري 2022. الجهاز هذا عندي واقع له 4 ايام، ولا 5 ايام ملي شيتو من الحامس، شيتو بجملاين و600 كأحسن سعر في الحامس، يعني كاين اللي يبيعها بجملاين و600، كاين اللي يبيعها بجملاين و650، كاين الله اعلم الحمام حتى لجملاين و750000 كاع. تنوية برك هاد الجهاز شريت لواحد بون، ماشي نفس العلامة، شريته في الكوندور لواحد من افراد العائلة. بون ماشي انا شريته لك، هو شراه الله اعلم، الله اعلم شراه الله اعلم هذاك الوقت شراه ب 16000 دينار ولا عفسه هكذا، المهم ما كانش يديبوسي 16000 دينار، كان كحد شغل غالي كاع، الله اعلم شراه بين 15 و 16000 دينار جزائري هنا، يعني باش نشوفوا الحالة اللي حقنا فيها في الاسعار. صراحة اسعار خيالية بزاف 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 بزاف. دونك هادي هي كانت هادي فيديو على لا بريزونطاسيون تاع التلفاز ديال الناس، تريم سيستم 24 بوصة. انا مالي غير نقول لكم تلاقوا دون زينوتر فيديو ان شاء الله.